3000 شرطي لحماية مسيرة الأعلام للمتطرفين في ذكرى ما يعرف بتوحيد القدس. 3000 شرطي، 3000 دليل على أن القدس ليست موحدة. منذ ساعات الصباح اعتداءات المستوطنين على المقدسيين في البلدة القديمة مستمرة، وتحت حماية الشرطة التي أغلقت منطقة باب العمود وتمنع وصول الفلسطينيين إليها لتكون مرتعا للمستوطنين المتطرفين. في السابق كانت الشرطة تمنع وصول المسيرة إلى باب العمود لتمنع بن غفير وأتباعه من الاستفزاز وجر المنطقة إلى المواجهة، لكن بن غفير الذي أرادوا منعه من الوصول إلى باب العمود وصل إلى قيادة أو منصب وزير الأمن القومي وبات يصل إلى باب العمود وتحت حماية الشرطة. ولا يقف الأمر عند باب العمود، فمنذ ساعات الصباح اقتحم 1600 متطرف المسجد الأقصى بعد دعوات بن غفير، الذي قال أن الضباط أخبروه أن في كل بيت يدخلوه في قطاع غزة صورة للأقصى، وعليه وفقاً لبن غفير يجب اقتحام المسجد الأقصى ومعاقبة الفلسطينيين عبر اقتحام أهم بقعة بالنسبة له. المسيرة المعروفة بالعنف والاعتداءات والانفلات للمستوطنين تأتي أكثر انفلاتا وعنفا هذه السنة في ظل حرب في غزة، حرب طوفان الأقصى، الحرب في غزة التي عنوانها القدس، الحرب التي يتخوف بن غفير وأمثاله من أنها تقود العالم للمطالبة بدولة فلسطينية عاصمتها القدس. مسيرة الأعلام للمتطرفين في هذه السنة تنفيس عن غضب وعجز المتطرفين في إسرائيل، مسيرة تأتي في ظل حرب تؤكد للإسرائيليين أنه لا يمكن ضم القدس بقرار حكومي، ولا يمكن ضم الضفة الغربية أو غزة بجرة قلم. حرب أظهرت لكل العالم أن إدارة الصراع كما اسمها إدارة لا حل، تأتي في ظروف يقول العالم فيها لإسرائيل أن هنالك فرصة لحل الصراع، لكن اليمين الإسرائيلي كعادته يفضل الهرب من مواجهة الواقع. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.